اول حاجه هنتعلمها في البرينتر اسمه اس بي 420 هي ازاي نشغله مكان زرار الباور بيكون هنا. تمام، بندوس على الزرار عشان نعرف ندخل برامج الاستخدام في المكنه دي. بندوس على الزرار دوت. اول حاجه هنلاقيها برامج الاستخدام هنا اللي بيجيب لي عداد عدد الورق اللي عملته البرينتر. تمام، ندوس عليه. بعد كده ننزل ساعه تحت نجيب اختيار البرنت دوت وندوس عليه انتر. زرار الانتر دوت كده هو الاوكي بتاعنا. الزرار اللي فيه دوت هو اللي احنا بنرجع بيه خطوه لورا، يعني انا عايز ارجع للخطوه اللي قبليها بدوس على دوت. الاختيارات الثانيه من زرار الضغط اللي هنا الليست تيست بدوس عليها. بعد كده ثاني اختيار برضو الاختيار دوت اللي هو بيعرف لنا كل حاجه عن المكان. ده تقرير مفصل عن كل حاجه جوه المكنه، عدد الدراج، عدد الورق اللي عملته، تعريفات اللي احنا كاتبينها. تالت حاجه هنحتاجها في قائمه البرامج دوس منيو. بعد كده بننزل للاختيار اللي تحت. تمام، وبعد كده ندوس اوكي وننزل اللي تحت تاني لحد ما نوصل لاختيار نتورك. بعد ما ندوس نتورك اول حاجه هتظهر معانا هندوس عليها اوكي. اول اختيار هيظهر معانا بعد كده هو الاختيار الاوتوماتيك بتاع الايباد، يعني لو دوسنا اوكي وعملنا هنا اوكي كده هندخل الايباد يلو. لو نزلت في سهم تحت وعملتها اون بعد كده دوست اوكي يبقى احنا كده عاملين الايباد تبقى اوتوماتيك. لو عايز ادخلها يدوي بدوس من تحت، بدوس سهم تحت او سهم فوق وادخل. هي دي اول قائمه للايباد. بعد كده ممكن ارجع للقائمه اللي تحتيها وبعد كده دي القائمه الثانيه. رابع حاجة في قائمة البرامج ممكن احتاجها اللي هي اللغة. اخر اختيار اخر اختيار اخر اختيار طبعا دلوقتي هي مظبوطة على الانجليزي ومفيش لغة، هي دي اللغات.